إذا لماذا اشتركتم في أول سلطة لحكومة البكر؟ ما اشتركنا. عبد الله يرحمه عبد الكريم زيدان اللي جابه ما جابه أخوان مسلمين، لعد جابه هو كأنه واحد، هو كان أستاذ وكان يدرس إبراهيم الداود، كان يدرس مسائي حقوق زي. فأعجب به بهذا الأستاذ، وهو إبراهيم الداود عنده توجه ديني، وهو أيضا من نفس المدينة إدليبي، أي فهو جابه فرض عليهم ذاك الوقت، يعني يعني بعنوانه كفقيه، إلى كرجل دين وفقيه، كرجل هو اختاره اختاره من مجموعته من عندهم، ما كانوا يردوا لي، يعني قلت لك هم هو اللي جابوا من الحكومة زين، فما ردوا، لكن هم أزاحوا بعد 13 يوم أزاحوا بعد انتهى هو وكل الجماعة اللي جابهم، يعني الآخرين اللي يجوا وجابهم إبراهيم الداود، خلوه لما يروح إلى الأردن يقام يروح للجيش العراقي يزور القطعات، يزور قال روح يزور القطعات.